انطلق مشاهدينا الكرام متابعينا العزاء في كل مكان اينما كنتم. الشوط ايضا الجعدان الاول خصص له كاس هذا الشوط. سير بكم مع المركز الاول الواعي في مقدمة هذا الشوط سعيد بن حمد الوهيبي منطلقا نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني سكر حاكم بن راشد المالكي على المركز الاول من غير نحو الصدارة. المركز الثالث القدوم الأرقب حمود بن علي الوهيبي على المركز ايضا الثالث. والمركز الرابع القدوم والتقدم من الجانب الاخر ايضا شاهين علي بن عبيد الوهيبي على رابع المراكز. خامس المراكز الواصل أملول مكتوب بن سعيد المالكي على الخامس المراكز. هذه النتيجة. اعود الى المركز الاول الى الانطلاقة في هذا الشوط الى التحدي الجميل بقيادة سكر حاكم بن راشد المالكي المنطلق مع المركز الاول مع صدارة هذا الشوط منطلقا نحو الناموس والانتصار. الله 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 على هذا التألق وعلى هذا التحدي الجميل وعلى هذا التميز الرائع وأداء سكر المنطلق هناك مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، هذا هو سكر حاكم بن راشد المالكي منطلقا نحو الناموس والانتصار. أيضا من ينطلق مع الشوط الكاس، الكاس الصعوب، الكاس الصعوب اللي ينطلق هناك مع الصدارة مع القيادة. تهانينا والناموس على اداء سكر. وايضا هناك انطلقت سكر حاكم بن راشد المالكي المركز الثاني، الواعي سعيد بن حمد الوهيبي المركز الثالث، املول مكتوب بن سعيد المالكي ايضا. التوقيت الزمني دقيقه 48 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.